مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Wahid Hasyim Surabaya, baik kelas 10, 11, dan kelas 12, program keahlian multimedia AKL dan OTKP, hari ini Rabu 14 Oktober 2020, waktunya Tadarus Al-Quran. Silakan Al-Qurannya dibuka Surah Al-Baqarah, ayat 164. Satu kali lagi, anak-anakku, hari ini Rabu 14 Oktober 2020, waktunya Tadarus Al-Quran. Silahkan Al-Qurannya dibuka Surah Al-Baqarah, ayat 164, dengan menggunakan lagu Bayyati. Baiklah anak-anakku, Tadarus kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن
وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Anak-anakku, diulang satu kali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Shadaqallahu maulanal azim. Disampaikan terima kasih kepada semua anak-anakku yang sudah mengikuti kegiatan tadarus pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita pada pagi hari ini senantiasa menjadi tambahan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.